اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوف النهارده لاعبه فريق الشباب النادي الاهلي. هنبتدي يعني بعبد الرحمن شريف. منورنا عبد الرحمن. نورك يا كابتن، مبسوط ان انا موجود مع حضرتك النهارده وموجود في قناه النادي الاهلي. يعني ايه القصه دي؟ ده مين قال لك تعمل القصه دي؟ قول لنا بقى. لا أو حكايتها ايه؟ انا يعني من زمان، يعني من وانا صغير وانا شعري وانا سايبه يعني كده بس يعني، لكن انا ما بعملش فيه حاجه. هو مين من اللعيبه يعني انت شفته فحبيت القصه دي عشان تعملها؟ لا لا ما يعني هي عجبتني. اه ايضا اسلام عبد الله مدافع فريق الشباب النادي الاهلي، مشرف منور يا اسلام. بنور يا كابتن، مبسوط طبعا ان انا موجود هنا في قناه النادي الاهلي وان شاء الله ما تكونش اخر مره. اول مره معانا؟ اه ان شاء الله تبقى يعني نستضيفك وانت متالق مع الدرجه الاولى ان شاء الله، تكون حلقه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله نبتدي بعبد الرحمن. عبد الرحمن الاول عايزك تعرف الناس مركزك ايه؟ انا بلعب راس حربه، وممكن يعني بلعب راس حربه راس حربه تاني يعني. المركزين يعني. بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ بقالي 4 سنين. طيب قول لنا انضميت ازاي للنادي الاهلي؟ جيت على طريق اختبارات او النادي الاهلي شافك في نادي يعني؟ الفكره انا سنه اللي هي اخر سنه 2004 كان ساعتها كابتن ياسر رين ماسك الفرقه. كنت جيت فتره معايشه يعني مع كابتن ياسر. بس حصل بقى ساعتها سنه الكورونا وكده، فكله بقى قاعد في البيت. جينا بقى السنه اللي بعديها سنه الدمج، دمجوا 2004 و2003 مع كابتن محمد شرف وكابتن اسحاق. اول فرقه واحده. بقت فرقه واحده والحمد لله، يعني كنت من الناس اللي اتصعدوا من 2004 مع 2003 يعني. كويس. مشوارك مع الاهلي في الاربع سنين، مين المدربين اللي عدوا عليه؟ اول سنه مع كابتن شرف وكابتن اسحاق. في نص السنه كابتن شريف كان مسكنا. شريف عبد الفضيل. كابتن شريف عبد الفضيل. بعد كده كابتن سيد غريب السنه اللي بعديها. وبعد كده السنه الثالثه كابتن شرف جه مسكنا تاني. قعد معانا السنه اللي فاتت والسنه دي. بس وبعد كده في نص السنه كابتن احمد عبد الظاهر كمل معانا يعني. تمام. في فتره المدربين دول، مين المدرب اللي اثر فيك وتعلمت منه وساب فيك بصمه؟ طبعا كابتن محمد شرف ليه فضل كبير بعد ربنا يعني، ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. هو وكابتن اسحاق اول. وطبعا السنه دي كابتن احمد عبد الظاهر يعني دايما بيديني الثقه، وان شاء الله اكون على قد الثقه يعني، و بيدينا نصايح وبنشكره يعني على مجهوده معانا يعني. تمام. نروح لاسلام عبد الله. اسلام مدافع. دافع وباك ليفت، وكابتن شريف عبد الفضيل كان لعبنا قبل كده هاف رايت وهاف ليفت. وبعد الظهر مهاجم. ما شاء الله تلعب باك ليفت وتلعب مساك، صح كده؟ تلعب وينج ليفت وينج رايت. لعبتها مع كابتن شريف وكابتن محمد سعد. بتبقى حاجه ميزه لما اللعيب بيلعب في كذا مركز؟ طبعا يعني الحمد لله. انا اول سنه ليا كانت مع كابتن محمد سعد وكابتن شريف عبد الفضيل. كان اول ماتش ليا كان زمالك، كان زمالك هناك في ميت عقبه. فبدايه الماتش كان تلعب الشوط الاول. اول مباراه ليك مع النادي الاهلي كان الاهلي وزمالك. بدايه الماتش هاف رايت، بعد شويه رحت هاف ليفت، وبعد كده الشوط الثاني كان شرقيه اتصاب، رجعت مساك تاني مكانه. قعدت بقى مساك شويه، وبعد كده باك ليفت وهاف تاني، وكانت ماشيه كده ماتش على حسب. بتبقى حاجه كويسه ان اللاعب بيتحفظ كذا مركز عشان لما تطلع الدرجة الأولى المدرب طلبك هنا 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 تقدر تأدي. الحمد لله يعني، الحمد لله الواحد عنده مرونة في الحتة دي، فبيقدر اللي هو يلعب في كذا مركز. دي حاجة كويسة الحمد لله، الواحد بيكون فاهم إمكانيات المركز ده محتاجة إيه، فبحاول إن أنا أعمل إمكانيات. ما أعملش أزيد ولا أقل، لأن في الأول وفي الآخر أنا بلعب في حتة مش حتتي، فما بحاولش إن أنا أزود فيها. بقالك كام سنة في الأهلي؟ أنا 5 سنين. 5 سنين. المدربين اللي عدوا عليك في ال5 سنين؟ كابتن محمد سعد وكابتن شريف عبد الفضيل، ده أول سنة. تاني سنة جيت عن طريق الاختبارات إسلام؟ اختبارات 2019. كان كابتن محمد سعد وكابتن شريف عبد الفضيل كانوا هما اللي لهم الفضل بعد ربنا طبعا. وكان ماسك قطاع الناشئين كان كابتن فتحي مبروك، اتذكر كويس. وبعد كده كان كابتن شرف وكابتن إسحاق. جه بعدها كابتن سيد غريب وكابتن ميدو ماهر. وكابتن شريف برضه كان كمل سنه كابتن شرف شويه. كابتن شريف يعني اخويا الكبير وابويا طبعا. وكل المدربين بصراحه. وبعد كده جه كابتن شرف تاني مسكنا السنه اللي فاتت وكمل السنه دي، ربنا كرمه وراح مسك درجه اولى. فكابتن احمد عبد الظاهر كمل معانا، وكابتن احمد جلال وكابتن خالد عثمان مدرب حراس، ودكتور علاء، والجهاز كله بصراحه يعني ما شاء الله الجهاز كله تعبان معانا وعامل معانا مجهود جامد ما شاء الله. زعنا مباراه الاهلي وبيراميدز، وانت كنت بتلعب في المباراه ايه؟
تلعب مساه، تلعب مدافع. في المباراه دي احرزت 3 اهداف. والله الحمد لله يعني وفضل. لو معانا الاهداف ما اتفرجنا كده يا سمير واحنا بنتكلم مع اسلام، واحد من العناصر المميزه وكمان اتأيد في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي اهداف، عشان الناس تشوف ان احنا عندنا مدافع لكن يعني برضو عنده مهارات المهاجم وبيسجل من انصاف الفرص. والله الحمد لله يعني ده بعد مجهود طبعا، مجهود ربنا عوضني بيه بعد مجهود كبير طبعا، وكرم ربنا وكرم زمايلي وكابتن احمد طبعا بنتمرن على الحاجات دي. فمش انا اللي جايب الهاتريك لوحده بصراحه، زمايلي ساعدوني كتير يعني التحركات والكلام ده. طبعا يعني يا كابتن انت حضرتك كنت موجود جوه النادي الاهلي، انت عارف يعني ايه جوه النادي الاهلي، ده احنا اتعلمنا حاجات ما اتعلمناهاش بره. سواء بقى اهم حاجه روح النادي، روحنا مع بعض كده، احنا تيم مع بعض، ما حدش بيخدم نفسه. دي حاجه كويسه، فمحدش هيتعلم الحاجه دي بره. فالحمد لله نعمه النادي الاهلي طبعا. تمام عبد الرحمن، ما شاء الله بنزع لكم الفتره اللي فاتت مباريات كتير، خاصه لفريق 2003 يعتبر اكتر فريق بنزع المباريات. شايفين النقطه دي ازاي واحنا دايما بنعمل لكم استوديو تحليلي؟ معانا الكابتن حشيش، دكتور احمد ثابت، دايما بنستعرض الاجابات بتاعتكم. طبعا يعني لما بتزعوا لنا الماتشات بيبقى حافز كبير لينا، يعني ان احنا لازم نكسب ولازم نأدي كويس عشان الناس كلها بتشوف. وطبعا لازم بعد الماتش لازم بروح اتفرج على الماتش وعلى الاستوديو، ان انا اخطاء يعني اعرف الاخطاء قبل الايجابيات. كويس، يعني بتسمع لنصيحه الكابتن حشيش والدكتور احمد ثابت لما فيه مش هقول نقد، لكن بيقول مثلا الاخطاء عشان تتعلموا منها. ايوه طبعا، لازم اي حد بيبقى عنده اخطاء يعني لازم بنعالجها يعني. بس فلازم بنتفرج على الحاجات ديت عشان نعالج اخطائنا ونشوف السلبيات. الهدف الحلو ده بقى انت جبته في مين عبد الرحمن؟ ده كان في طلائع الجيش. طلائع الجيش، عد لنا كده يا سمير، عايزين ندلع ضيوفنا النهارده ونتكلم في الهدف ده، هدف من الاهداف الحلوه. انت مميز كمان في ضربات الراس يا عبد الرحمن. الحمد لله. قلنا انت الهدف، حلل لنا الهدف هنا. يعني احنا الحاجات دي كلها يعني في التمرين بتيجي قبل الماتشات يعني. كويس. يعني الاجوان دي كلها بتيجي في التمرين، ميدو نبيل يحطها لي وانا اتحرك. برده كان في جون تاني مازن كان حطه لي، كنت انا جبته برده. فالحاجات دي بتبقى متفق عليها يعني، متفقين عليها. يعني الاساس في الكلام ده لما بيبقى سهل في المباريات ان التمرين بتتمرنوا على الكلام ده على طول. طبعا كابتن احمد عبد الظاهر بيمرننا على الحاجات ديت دايما، ودايما التكتيك لازم بيبقى فيه تحركات معينه والاهداف بتيجي منها يعني. في تفاهم كبير ما بين سمير محمد، علي نادر، عبد الرحمن الشريف، عاملين ثلاثي هجومي رائع. اي حد فينا بيلعب احنا الثلاثه لازم يعني بنبقى واقفين جنب بعض ونشجع بعض. ومش مهم مين اللي يجيب الجون، المهم ان الفرقه تكسب. بس ف يعني احنا منافسه شريفه يعني، كويس، بنحب الخير لبعض كلنا يعني. تمام، ربنا يوفقكم انتوا الثلاثه. اسلام ما شاء الله وشنا حلو عليكم، متصدرين المسابقه دلوقتي، بنزع لكم المباريات، الناس بدات تحفظ اسماء فريق شباب الاهلي دلوقتي. طبعا حاجه كويسه ان الماتشات كلها تكون متذاعه طبعا، شكرا لحضراتكم. ودي حاجه بتعرف الناس وبتقول نقول نقدر نقول لجمهور النادي الاهلي ان المستقبل ان شاء الله. الهدف ده مين اللي احرزه بقى واحنا بنتكلم كده؟ الهدف ده لا فريق 2005. 2005 اتفضل يا اسلام. نقدر نقول لجمهور النادي الاهلي ان شاء الله المستقبل مضمون، وحاجه ان شاء الله حاجه تكون مشرفه، ونقدر دايما الجمهور متعود ان دايما في ناشئين موجودين. فان شاء الله نقدر نكمل المشوار، والدرجه الاولى دلوقتي فيها ناشئين كتير، فربنا يسهل ونقدر نكمل المشوار ده. تمام، ابرز التعليمات اللي بيقولها الكابتن احمد عبد الظاهر لكم دايما قبل المباريات، اللي هو دايما لازم ننزل ندي الباور 100%. واول ربع ساعه ده الفريق اللي قدامنا بيكون مخضوض من لون التيشيرت، النادي الاهلي مش اي حد، وبعدين النادي الاهلي ماتشاته كلها بتبقى ماتشات بطوله. بيكون نازل يعمل ماتش الموسم قدامنا، فاحنا نحاول على قد ما نقدر اول ربع ساعه لو خطفنا جون في الثاني في الثالث الحمد لله يكون ده حاجه كويسه. ما قدرناش نعمل كده نقعد بنفس الروح 100% لحد ما ربنا يكرم ونجيب جون، ما نهداش غير لما ال 90 دقيقه يخلصهم والحكم يصفر، نكون ان شاء الله نكون كسبانين، نبدا بقى نهدى ونتكلم واحده واحده في الحاجات الايجابيه، وبعد كده الحاجات السلبيه ونشوف المشاكل نعدلها. كلام كابتن احمد معانا دايما في ده هدف ده في ده ركلات الجزاء. ده كان ماتش سموحه.
ركلات الترجيع حاططها في حته صعبه جدا، صعبه على حارس المرمى. يعني الحمد لله الفتره الاخيره برضو بتمرن على ضربات الجزاء مع كابتن احمد طبعا، والحمد لله بقيت بجيدها بشكل كويس جدا. فتمارين بشكر كابتن احمد عليها طبعا. تمام. عبد الرحمن، ما شاء الله دلوقتي متصدرين جدول المسابقه، المباريات ايه المباراه اللي كانت صعبه انتوا عاملين حسابها وقلقين منها وربنا كرمكم فيها؟ هو طبعا يعني احنا ناخد كل ماتش بماتش، و يعني ما بنديش فرقه اكبر من فرقه، يعني يعني بندي كل الفرق يعني اكبر من حجمها، بنحترم كل الفرق. بنحترم كل الفرق عشان ننزل ونأدي ونبقى رجاله في الملعب يعني. بس لكن من المباريات اللي كانت صعبه يعني والحمد لله يعني كسبنا فيها كان ماتش طنطا هناك يعني. كنا متاخرين بهدف وانا جبت جون التعادل في الشوط الاول وكسبنا في الاخر 3-1 الحمد لله. تمام. الهدف الحلو اللي انت احرزته في المسابقه كان ايه؟ هدف ايه؟ هو ده هدف تاني برضو لعبد الرحمن شريف، دي المباراه احنا كنا زعناها على الهوا هنا. ده كان جون ماتش الجونه. كان تاني ماتش في الدوري يعني الحمد لله. هو ده الجون اللي كنت بقول لحضرتك على مازن حطها لي. بما متفقين عليها يعني، حطها على العرضة الأولى؟ على الأولانية. دايما أنتم متعودين في الكابتن بيقول لكم في التمرين أول ما الكرة تعمل عرضية إن أنا أقطع على العرضة الأولى دايما؟ لما بنبقى اتنين فراودة، واحد على الأولانية وواحد على العرضة التانية. لما يبقى واحد بيقطع على الأولى والطرف العكسي هو اللي بيكمل يعني. تمام. إسلام، قول لي بقى، الدرجة الأولى الفترة اللي فاتت طلعت مرنت مع الفريق الأول، رحت معسكر الإمارات، بعدها تأيت في القائمة الأفريقية. والله الحمد لله الكواليس. والله اول حاجه طبعا الحمد لله كنت طلعت قبل كده مع مستر كولر قبل كده في فتره الاعداد اول ما كان جاي الموسم اللي فات برضه كويس، فالحمد لله كان شاد بيا برضه، كان في حاجات كده كانت ناقصه، ولما نزلت الحمد لله اشتغلت عليها السنه دي كويس. يعني انت لما عرفت النواقص بتاعتك فوق بدات تشتغل عليها في قطاع الناشئين. كويس. فالحمد لله ربنا كرم السنه دي، ولما طلعنا المعسكر الحمد لله شاد بيا وكنت كويس وربنا كرم. دي البدايه ان شاء الله بتاعت خطوه افريقيا دي. لعبت انت في مباراه باك ليفت صح؟ باك ليفت في مباراه الامارات الوديه. لعبت الماتش الاول لعبت شوط، والماتش الثاني لعبت 70 دقيقه وطلعت جالي كرامب كده في السمانه، بس الحمد لله كنت كويس. كنت عامل جبهه كويسه مع كابتن حسين الشحات طبعا كويس. فالحمد لله دلوقتي لحد ما اقدر اقول ان انا بدات ان انا احط رجل واحده وابدا احقق حلمي، فدي البدايه ان شاء الله ربنا يكملها على خير. طب لما سمعت خبرك انك اتأيدت في القائمه الافريقيه واسمك نزل من ضمن اللعيبه، شعورك كان ايه وقتها؟ بصراحه دي حاجه فرحتني جدا يعني، بصراحه شعور لا يوصف، حاجه كده اللي هو انا بشوف حلمي بيتحقق قدامي كده واحده الحمد لله. فان شاء الله ده ما تكونش النهايه، دي ان شاء الله البدايه، وربنا يكملها على خير ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكملها على خير ويوفقك انت عبد الرحمن وايضا اسلام. نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل مستمرين في حوارنا مع ضيوفنا الكرام مره ثانيه. اهلا بحضراتكم من جديد. عبد الرحمن، عايز اتكلم عن الدرجه الاولى، انت طلعت مرات مع الفريق الاول صح؟ طلعت اتمرنت بس اللي هي تمارين المستبعدين مع مستر كارلوس. بيشتغل على يعني المجموعه اللي ما بتكونش موجوده في قائمه المباراه. بتطلعوا تكملوا التمرين كويس. وهو بيشتغل معانا على النواقص اللي احنا محتاجينها كويس، بحيث ان احنا نبقى جاهزين للدرجه الاولى في اي وقت يعني ان شاء الله. شايف خطوه ان كارلوس المساعد لمستر كولر متواجد على طول في المباريات؟ دلوقتي متواجد في مباريات 2003 و2005 وبيجي يتابع المباراه من الملعب في مدينه نصر. طبعا ان هو يجي يشوف ويشوف اداء كل واحد وكل واحد محتاج ايه وناقص ايه. وهو يعني زي ما بيقولوا هو عين كولر يعني في الناشئين كويس. بس ف يعني طبعا بيدينا دافع ان هو تبقوا سعداء بالخطوه دي. طبعا ان العمليه قريبه. طبعا يعني ان هو يبقى في حد شايفك من الدرجه الاولى فده دافع كبير ليك يعني كويس. كابتن اسلام، لما طلعت الدرجه الاولى بقى وعايز اتكلم مع معسكر الامارات، مين اول واحد من اللعيبه استقبلكم من الفريق الاول؟ لا بصراحه اللعيبه كلها ما حسيتناش باي فرق، بس اعتبر من اقرب من يعني من اكتر الناس قريبين مني فوق وبتكلم معاه دايما كابتن اكرم توفيق طبعا. اكرم قلب الاسد. الهدف الحلو اللي انت احرزته ده
المباراه دي انت حرزت فيها ثلاثيه، وكنا من حظنا الحلو ومن حظك الحلو ان احنا زعناها على القناه الاهلي، ده الهدف الاول صح. مميز انت في الكرات العرضيه بتيجي على البعيده. بخطف دايما بكون واقف على الاولى، وبعد كده بخطف دايما بروح على البعيده، البعيده بتكون فاضيه. فدي برضو جمله متعودين عليها، وكابتن احمد متكلم معانا فيها. كل واحد بيروح على، احنا خمسه او سته، كل واحد بيقطع في جزء من الجول. طيب ده الهدف الثاني. ده شوطه. يعني الهدف الاول قلنا ماشي، جيب الحظ، جه صدفه. اما الهدف الثاني انت بتقلد عبد الرحمن شريف فيها كمان، انت راجل مهاجم. لا بحاول برضه اخد من المهاجمين برضه بتوعنا كده حاجات في التمرين، بشوفهم بيعملوا حاجات، فلما بطلع في الجزء اللي قدام بحاول كده ان انا اخد منهم حاجات كده. طيب ده الهدف الثالث. التحرك برضه، اتحركت من على الاولى برضه على البعيده كده، استنيت الكوره برضه وحطيتها في الجون. والحمد لله كان كرم ربنا، طبعا كان كرم ربنا كبير، وتعب الفتره اللي فاتت الحمد لله ربنا كافئني بيه، وان شاء الله ربنا يكملها على خير برضه وتكون فتره كويسه. نفس السؤال اللي عايز كنت بساله لعبد الرحمن، اساله لك تواجد الجهاز الفني من الفريق الاول وحرصه انه يكون متواجد في كل المباريات في مدينه نصر، ده بيديكوا امل دايما ان احنا الفتره اللي جايه ناس بيتابعونا، احنا قريبين، لازم نشتغل دايما يعني باهتمام. ايوه طبعا، يعني هو دلوقتي ومستر كارلوس دلوقتي موجود مكان مستر كولر، فالدنيا بيقول لنا اللي هو بيقول لنا بطريقه غير مباشره او طريقه مباشره برضه، اللي هو انا بعت لكم العين بتاعتي ان هي تكون موجوده. فالدنيا مش بعيده، يعني بيشوف بقى مين الكويس، مين اللي بيطلع، مين اللي ناقصه حاجه. بنحاول ان احنا لما نطلع برضه معاه فوق نفهم منه اكتر الدماغ، مستر كولر محتاج مننا ايه بالظبط، ايه اللي ناقصنا، نحاول نعدله سواء فوق او تحت. فدي خطوه كويسه قوي. وبعدين الكلام دايما الكلام معانا ايجابي، ان اللعيبه كويسه ومفيش فرق كبير، بنتطور الحمد لله، والدنيا كويس. الدنيا قريبه، فربنا ربنا يكرم ان شاء الله. عبد الرحمن، ابرز الحاجات اللي في الاربع سنين تعلمتها في النادي الاهلي؟ طبعا يعني شخصيه اللعيب في النادي الاهلي غير شخصيه اي لعيب بره. فانت مهم جدا حته الشخصيه ديت في النادي الاهلي، يعني يعني مع الكوره، مع القلب، لازم الشخصيه. معنى ايه شخصيه؟ واحد دلوقتي يتفرج علينا يقول شخصيه، فسرنا انت الشخصيه دي بالمواقف اللي بتحصل. ان مثلا انت خسران او متعادل لحد اخر دقيقه، انت عارف انك هتكسب. ايوه، عارف ان انت في اي وقت هتجيب جون. يعني اذا الشخصيه انك بتتعلم من الاهلي، ما ينفعش ما يبقاش رقم واحد دايما، اي مباراه بيلعبها رقم واحد. بالنسبه لنا التعادل، او بدور على الفوز دايما. بالنسبه لنا التعادل الخساره، يعني تعادل خساره ده يعني بالنسبه لنا بيبقى يعني ما ينفعش يحصل يعني. بس فلازم دايما كل ماتش نحارب لحد اخر دقيقه، وعارفين ان احنا هنكسب. تمام، مش بنحارب بس، احنا عارفين ان احنا هنكسب. تمام. ابرز الحاجات الثانيه غير الشخصيه وان انا دايما بدور على الفوز، ان طبعا يعني ان انت تبقى اخلاق بره الملعب، هي تبقى يعني تبقى كويس بره الملعب وجوه الملعب، لان ده بينعكس على ادائك، علاقتك مع ربنا. كل الحاجات ديت مهمه يعني في لعيب النادي الاهلي ولعيب الكوره عامه. يعني الهداف المدافع اسلام. ابرز الحاجات في الخمس سنين اتعلمتها في النادي الاهلي؟ لا، هو تربيه النادي الاهلي غير اي تربيه تانية. يعني بنتعلم الشخصيه، الشخصيه ديت ان انت متعادل او خسران، انا هاخد الكوره وهكسب، حتى لما اجيب جون واثنين وثلاثه، لا انا لسه مش باتش، اجيب تاني وتالت على قد ما اقدر، ازود ما بنشبعش، ودايما متعودين دايما على المكسب. خساره دلوقتي دلوقتي يعتبر درجه اولى، فالخساره يعتبر كانها تعادل خساره، الاثنين زي بعض، يا اما مكسب يا اما مفيش. وانت ما عملتش حاجه في الماتش. وتعلمت برضو ان محدش يكون، يعني مثلا انا بنافس عبده في المركز او انا بنافس حضرتك، ما يبقاش من ناحيتي حاجه. احنا فرقه جماعيه مع بعض، احنا فرقه جماعيه، اللي بيني وبينك تنافس شريف، لكن انا ما اكونش بغل من جوه واقول يا رب يحصل له حاجه والكلام ده، لا طبعا. تمام. يعني عندنا في النادي برضو بيتكلموا عن النقطه دي على طول. كويس. واحنا منظومه واحده، فحاجه كويسه ان المنظومه تنجح بحبنا كلنا لبعض، ولو في حاجه بين حد نروح نتكلم مع بعض واحنا بنحلها احنا. الكلام ده ما بنشوفوش بره. تمام. ويعني والجمهور طبعا، الجمهور احنا في الناشئين، في ناس بتقول لا ده مش عارفين الناشئين، لا الجمهور عارف كل كبير وصغير. فحاجات طبعا حاجات ما بشوفهاش غير في النادي الاهلي بصراحه. تمام.
عبد الرحمن، عايز اتكلم على الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه مهمه جدا، المباريات المتبقيه في التصفيه النهائيه بقى، وانتوا دلوقتي متصدرين جدول المسابقه. المباريات المقبله بقى، ابرز الماتشات ايه اللي فاضل لكم دلوقتي؟ لسه عندنا ماتش الاتحاد. الاتحاد اللي جاي ده هيبقى يوم الاحد عندنا في مدينه نصر. طيب انا بقول لكم على الهواء ان شاء الله هنذيع لكم المباراه دي على الهواء مباشره، وهنكون معاكم يوم الاحد باستوديو التحليل ان شاء الله، ويكون حافز لكم باذن الله ان شاء الله. بس عندنا برضو ماتش الزمالك لسه. الزمالك هيكون في ملعب الزمالك. لا الزمالك عندنا. عندنا. القرعه في رمضان. اول اسبوع في رمضان ان شاء الله. كويس. ان شاء الله. نكون معاكم على الهواء برضو ان شاء الله باستوديو التحليل. ان شاء الله. بس في برضو يعني هي اكتر ماتشات ان احنا يعني ما ينفعش نخسرها، حتى ولو احنا يعني حسمنا الدوري او اي كويس. حاجه. الماتشات اللي احنا خسرناها في الدور الاول. لان انت ما ينفعش حد يعني انت يكسبك مرتين. ما ينفعش حد يكسبك مرتين. بس يعني انتوا متصدرين بكام نقطه دلوقتي؟ فرق اربع نقط. اربع نقاط. الثاني مين؟ امبي. امبي. المركز الثاني. طبعا زي ما احنا عارفين ان جدول المسابقه او شروط المسابقه في حاله التعادل السلبي او الايجابي في ركلات جزاء. تعادل تاخد نقطه، وفي حاله الفوز ركلات الجزاء تاخد نقطه ثانيه. نقطه ثانيه. صح كده؟ تمام. قول لي بقى الفتره اللي جايه، ودي فتره مهمه جدا، الماتشات اللي جايه. طبعا ودلوقتي احنا فارق اربع نقط ولسه حوالي ست ماتشات او سبع ماتشات. فنحاول ان احنا على قد ما نقدر نكسب الست سبع ماتشات. ما نفرطش في اي حاجه فيهم. كويس. ان زي ما بقول لحضرتك احنا دايما متعودين على الفوز. وخصوصا دي دفعه كويسه ان الماتشات مذاعه، وان شاء الله لو حضراتكم تقدروا تذيعوا الماتشات كلها فدي حاجه كويسه. انا بقول لك وعد على الهوا هنذيع لكم الماتشات كلها اللي هتكون في ملعبنا في مدينه نصر ان شاء الله. ده هيكون دافع لينا نحاول برضو نعلي من اسمنا والناس تشوفنا اكتر والجمهور يعرفنا اكتر. وفي نفس الوقت دافع لينا ان مستر كولار بيبعت مستر كارلوس او حد من الجهاز بتاعه يتفرج علينا. فدايما احنا تحت العين، يعني الدنيا مش بعيده. تمام. فدي طبعا دفعه كويسه لينا قوي. تمام. فربنا يسهل وان شاء الله نقدر نكسب الماتشات الجايه كلها. مين بيعجبك اداؤه في لاعبي الفريق الاول؟ مين بيعجب بحكم مركزي طبعا التاريخ كابتن علي معلول. علي معلول طبعا. ايه اللي بيعجبك في علي معلول؟ لا بصراحه لعيب ما شاء الله ما شاء الله ربنا يحميه. يعني في حته كده في دماغ لوحده يقدر امتى يعمل الاوفر، والاوفر ما شاء الله بتاعه ما بيرجعش. دي حاجه كويسه قوي. وفي نفس الوقت برضه في الكور الثابته مميز قوي فيها. كويس. بيلعبها في حتت خطوره جدا. ومنعم برده بصراحه كابتن محمد عبد المنعم برده بيعجبني اداؤه جدا برده كمساك. ده في حاله انت بتلعب مساك. طبعا. وكابتن ياسر برده بصراحه الاثنين، وكابتن رامي ربيعه بصراحه. كويس. لعيبه كبيره ما شاء الله ربنا يحميهم. قابلت معلول مع الدرجه الاولى ولا ما اتمرنتش معاه؟ لا اتمرنت. اتمرنت معاه. تمام. عبد الرحمن نفس الكلام، مين بيعجبك اداؤه مع في لعيب الدرجه الاولى؟ طبعا كابتن كهربا يعني هداف يعني كبير، وبرده يعني لسه وسام ابو علي ما لعبش يعني، بس سمعت يعني ان هو ما اتمرنتش معاه. لا ما اتمرنتش لما طلعت كان مصاب يعني. بس سمعت ان هو يعني هيبقى اضافه كبيره للنادي يعني ان شاء الله. طموحاتك بقى مع الاهلي الفترة اللي جاية؟ طبعا الطموحات ملهاش حدود يعني. بس اللي احنا فيه دلوقتي يعني ان انا ان شاء الله ابقى مهاجم من الدرجة الأولى، واساهم في بطولة افريقيا وبطولة الدوري. واشارك في كأس العالم للأندية، وليه ما ناخدهاش يعني ان شاء الله. ان شاء الله تاخد فرصتك قريب مع الفريق الأول بالنادي الأهلي. سلام، طموحاتك مع الاهلي ايه؟ ان شاء الله دي حاجة بدأت بيها، اللي هو ان شاء الله الحمد لله اتأيدت في افريقيا. فان شاء الله الفتره الجايه احاول ان انا اكون دايما موجود مع الفريق الاول، وابدا اشارك واحده واحده ان شاء الله. وطبعا بطوله افريقيا وكاس العالم ان شاء الله دي طموحات ان شاء الله. وانا ان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق، انتم من الشخصيات المحترمه، لعيبه موهوبه، وان شاء الله تاخدوا الفرصه قريب وتكونوا اضافه كمان للفريق الاول بالنادي الاهلي ان شاء الله. بشكرك عبد الرحمن. كان شرف ليا ان انا مع حضرتك يعني يا كابتن اسامه. بشكرك يا كابتن اسلام. حبيبي يا كابتن، شرف ليا ان انا طلعت مع حضرتك. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واتمنى للاعيبه فريق الاهلي كل التوفيق، وكل اللعيبه موجوده في فريق الشباب ايضا كل التوفيق. وهنكون مع حضراتكم ان شاء الله يوم الاحد القادم ان شاء الله، وهنذيع لحضراتكم مباراه الاهلي امام الاتحاد في دوري بطوله الجمهوريه للشباب باذن الله، وهنكون مع حضراتكم في استوديو تحليلي على قناه النادي الاهلي. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والاسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم حلقه جديده من الاشبال.